حياكم الله، واحنا نتحدث حقيقة عن إدارة الكوارث. نحييكم من مدينة الخور حيث أقيم المخيم الميداني السادس لإدارة الكوارث التي تنظمه الهلال الأحمر القطري بمشاركة جهات من الداخل والخارج. وحتى نتعرف على نتائج هذا المخيم أستضيف الحقيقة معي أحمد بن علي الخيف. حياك الله أبو علي. الله يحييك يا مرحبتين. أيضا منظم أول ناصر أحمد الزيارة. حياك الله أبو أحمد. الله يحييك طول عمرك. أبو علي، ود إحنا في المخيم، أنا انبهرت صراحة، جيت وشفت المخيم ولله الحمد. أنا السنة الثالثة على التوالي أجي وأشوف المخيم. السنة صراحة كاميرا البرنامج جاتكم وزارتكم، أبدو تقول لي أهداف ورؤية أيضا هذا المخيم. طبعا إحنا أهدافنا أول شيء اللي هي إحنا كجمعية إنسانية ومنظمة دولية تهتم في تطوير وتعليم وتثقيف المجتمع. من ضمن التثقيف اللي احنا نقوم به اللي هو عملية الإيواء، والمخيم هذا اللي شايفينه قدامكم واللي انتهى من أيام، فاحنا نقوم بتدريب مجموعة من الشباب سواء الداخلي أو الخارجي. لا قدر الله لو صارت كارثة، كيف التعامل مع هذه الكارثة؟ مش مجرد ان انا في احيانا احنا ممكن نعيق الجهات اللي قاعدة تعمل في البلد في 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 شغلها في عملية الكوارث، لكن كل واحد في المجتمع سواء طفل أم أب لهم دور، ولازم كل يعرفه على أساس إن إحنا نقلل من الكوارث ونقلل من القتلة لا قدر الله لو صار أي مشكلة أو أي كارثة، وكيف كل واحد له دور في المجتمع يقوم به في حالة وجود الكارثة هذه. كيف رأيت أقبال الناس على المخيم؟ والله الآن السنة طبعا هذا المخيم السادس، وفي إقبال كذلك كبير من خاصة من قبل الشباب والجهات الحكومية والمؤسسات، لأن العام اللي نقل لهم عن طريق الإعلام جزاكم الله خير عن طريق قناة الريان وصلت الصورة واضحة حق الناس إيش الدور اللي قاعد يقوم به، فخاصة الجهات والدول لأنه كان ينقل على طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، فالدول الثانية شفنا أنها هي فعلا رأت اللي احنا قاعد نقوم به وبعثت بعدد كبير من شبابها اللي يجون يتدربون معنا. منظم ناصر، أنا أدري أن أنتم أيضا يعني وزارة الداخلية أيضا مشكورة لها مشاركة في هذا المخيم. ما هو أيضا لجنة الإيواء؟ لو حدثنا مشاهد الكريم عن هذه اللجنة. لجنة الإيواء هي تشكلت السنة الماضية تحت مظلة وزارة الداخلية، وتضم عدد من الجهات منها الهلال الأحمر القطري ووزارة الداخلية الهيئة العامة للأشغال وعدد من الجهات ذات الاختصاص، وهدفها الرئيسي أن توعية المجتمع بالإيواء، وكذلك تجهيز مرافق تكون مهيئة لا قدر الله في حالة حدوث كارثة أو لا قدر الله في احتياج لها أن تكون مهيئة لإيواء أعداد كبيرة من الأشخاص. أبو علي، كيف ترى حجم المشاركات اليوم وكم عدد الناس اللي موجودة في المخيم؟ المشاركين تقريباً مع المدربين والجهات الثانية وصلنا إلى 350 السنة. أما بالنسبة حق المتطوعين اللي مشاركين فعلياً في عملية التدريب هم 200 تقريباً و25 سواء من خارج البلد أو داخل البلد. كم دولة مشاركة معنا؟ تقريباً 45 دولة، سواء دولة أو جهات منظمات. من الداخل منظمات موجودة معنا؟ نعم أيضاً؟ نعم، ويانا قطر الخيرية، ويانا الجمعيات الخيرية اللي موجودة اللي لها مكاتب برا وتشتغل في العمل الإغاثي، وأيضا عدد النساء والرجال اللي موجودين أيضا نسبة كبيرة. نسبة عدد النساء تقريبا ما يقارب 10% من التوتال كله، العدد الكامل عدد زين طيب السنة يعني. نازم ناصر، يعني أيضا أنتم الآن في لجنة الإيواء، كيف وجدت أيضا في هذا المخيم أنه حقق كل أهداف اللي طلبتوها وهي خاصة الأمنية؟ هل وجدتوها في المخيم؟ احنا خلال مشاركتنا بهذا المخيم خلال فترة العشرة أيام حققنا أهداف سامية، من أهمها كان تفعيل دور المجتمع وجعله دور فعال، بحكم أن احنا نحاول نوصل رسالة أن مشاركة الأمن العام والمجتمع يكونوا كمشاركة ويؤدون إلى هدف واحد، ويكون تعزيز الثقة والتعاون.
من خلال السيناريوهات او المواقف اللي تصير اليوميه او حتى المواقف المفاجئه على سبيل المثال ايام الغبار. اي بالضبط هذه ايام الغبار اللي جاء يمكن يعني انا اقول يمكن جميل انه كيف تتعامل مع هذا الجو وانت في مخيم الان كيف تأوي وكيف هذا. ابو علي سمعنا عن ايضا الطاقه الشمسيه ان المخيم ايضا تم تدشينه في هذا المخيم، حدثنا عن هذا ايضا التدشين. طبعا جات فكره الطاقه الشمسيه من الكوارث اللي قاعده تصير برا وصعوبه وجود كهرباء. طبعا احنا شفنا اللي صار الفتره الاخيره دعوه الى اشراء كباين والتبرع بكباين لاخواننا السوريين، ولكن هذه الكباين فعلا تحتاج الى 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 تصميم كامل على اساس انها تشتغل في الصيف والشتاء، يستفيد منها الشخص اللاجئ في الصيف والشتاء. فشفنا شركه العمادي جزاهم الله خير فعطناهم الفكره ان انتم طبعا تنتجون الطاقه الشمسيه، هل ممكن ان احنا نوجد كابينه ممكن يستفيد منها اللاجئ بالطاقه الشمسيه، ممكن توضع في اماكن اللاجئين؟ فاخترعوا لنا الكابينه هذه اللي ممكن تستفيد منها سواء انها تكون تدفئه في الشتاء ويبتعدون عن العواصف الثلجيه وتحميهم، واقوى طبعا هي من الخيم، وممكن في الصيف يستخدمها في عمليات التبريد. كيف وجدتوها؟ والله فعالة. بس ممكن محتاج لها بعض الأشياء عشان تكون عملية سهل نقل وسهل التنقل فيها، لكن فعالة. الطاقة الشمسية إن شاء الله هذه اللي راح إن شاء الله في المستقبل نحن نتوجه لها في عملية لقدر الله لو صار كارثة وبعيدة في مناطق بعيدة لا يمكن وصول لها الكهرباء بطريقة سهلة. نظم ناصر، ما هو دور لجنة الإيواء في دولة قطر؟ تهدف لجنة الإيواء في دولة قطر بشكل أساسي لتهيئة المباني إذا لا قدر الله احتيجت لتكون مراكز للإيواء، فتهيئ المباني على سبيل المثال المدارس، المجمعات، نشوف المباني اللي قد تصلح لتسكين أعداد كبيرة من الناس، بإضافة بعض المرافق الخاصة اللي تكون تستقطب أعداد كبيرة يكونون ساكنين في هذه المناطق لا قدر الله في حالة حدوث كارثة غير متوقعة واحتجنا إلى نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص من منطقة إلى منطقة أو مكان لآخر في دولة قطر. صلى الله يحفظنا ويقول أمين. أمين إن شاء الله. أبو علي، أيضاً إحنا اليوم يعني المخيم وضع لترسيخ ثقافة التأهب لقدر الله لأزمة معينة. الآن اللي سألت الإخوان اللي موجودين قبل شوي قالوا فعلاً إحنا اليوم جينا ما نعرف شيء لكن في المخيم، فأقول هل حقق هذا المخيم أهدافه في هذا المخيم؟ اي صحيح، بالنسبه حق التدريب احنا رده فعل المتدربين والمشاركين حقق كثير يعني ما كان عندهم اي ثقافه عن عمليه الكوارث وكيف التعامل معها، يسمعون عنها في الاخبار، يسمعون عنها في الجرايد، ولكن لم يحقق يعني ان بالنسبه حق لهم هم تمر عليهم عابره، لكن بالنسبه حق البرنامج حقق كثير من الثقافه وصار فكرهم متغير الان، شيء جديد تعلموه. أهم شيء إنه الاستعداد، سواء كانت كارثة بسيطة مثل حريق في البيت كيف تتصرف، أو كارثة بشكل كبير زلزال، غبار، أمطار، غزيرة، سيول، شلون أنت تقدر تتصرف سواء على مستوى شخصي عائلي في البيت، أنت مع ولدك، أنت ولدك في السيارة كيف تتصرف، أو على مستوى مجتمعي شلون أنت كارثة صادت منطقة معينة في يسكنها عدد مثلاً 50-60 عائلة شلون تقدر أنت تتصرف. هذه الحمد لله يعني ربينا فيهم هالشيء وان الواحد يكون متاهب حتى لاقل شيء، ان انت لو شفت حريق شلون تتصل تليفون وتتعامل مع الوزارات اللي موجوده، شلون تبلغ الحريق وين، شلون توصف، هذه كلها. كم مده المخيم كان؟ 10 ايام. 10 ايام. نعم. وعرض عليه شهاده ولا؟ اي في شهاده دوليه. صحيح دوليه. اي وبعدين في دورات ان شاء الله متخصصه حق كل شيء ممكن يكملون معها. اللي يبي يقدم حق المخيم السنه الجايه ايش يقدم؟ ايش وين يتقدم؟ هل بفلوس؟ هل مجانيه؟ لا هي مجانية طبعا، بس فقط احنا بيكون معنا توعية عن كيفية المشاركة، بيكون معنا موقع في الويب سايت في الهلال الأحمر كيفية المشاركة معنا، يعني احنا نسوي قبلها بشهرين بثلاثة وندعو كذلك الوزارات والمؤسسات ونرسل لها كتب على أساس أن يشاركوا معنا. من شارك معكم السنة غير السنوات الماضية؟ عندنا الخدمة الوطنية. صراحة شباب الخدمة الوطنية ممتازين جدا يعني، وردة فعلهم كانت حلوة لأنهم تعلموا ثقافة في الخدمة الوطنية، والآن هاي ثقافة تزيد إلى معلوماتهم وإلى خبراتهم في التعامل لقدر الله هو كارثة طبيعية أو كارثة حروب اللي هي كارثة افتعالية. منظم ناصر، أيضا هذه أول مشاركة لكم أنتم مع الأحمر في هذا المخيم عدل؟ إيه نعم، إحنا بحكم أن لجنة الإيواء تشكلت من أقل من سنة تقريبا فهذه تعتبر أول مشاركة لنا.
حرصت وزارة الداخلية على دعم المخيم، وكان في دعم كبير من القيادات العليا، من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر، وكذلك زيارة سعادة اللواء ركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام ورئيس اللجنة الدائمة للطوارئ، وهو بالإضافة إلى رئيس لجنة الإيواء للمخيم، وتفقده للمرافق والتأكد من سير الأعمال بشكل كيف شاف المخيم صراحة هو تفاجأ أنه كان بمستوى عالي، وأعجب بالإدارة وبالتنظيم وبالمشاركات الكبيرة من الدول المختلفة والمنظمات، بالأخص أن السنة كان في مشاركات من دول غير الدول الخليج وغير الدول العربية، في كانت دول من أفغانستان وفي بعض من الدول الصديقة، يعني كانت مشاركة يعني جميلة، فكانت يعني لفتة طيبة. الآن المخيم السادس، سنة السابع إن شاء الله، إيش الخطة المستقبلية لهذا المخيم؟ طبعاً هو المخيم الآن يتشكل بلجنة في الهلال الأحمر، لكن إن شاء الله الحين راح تكون له فكرة أنه تكون في إدارة دائمة تعمل على إدارة مثل هالمخيمات، ودورات متابعة لتطوير المشاركين كذلك في الدورات اللي تكون تخصصية. طبعاً هاي المخيم في كذا برنامج، اللي هو برنامج إصحاح مياه، برنامج الإيواء، برنامج في بعضهم يدخلون دورات إسعافات، في برنامج كيفية إدارة غرفة العمليات في حالة الكارثة. فإن شاء الله في المستقبل ناويين إحنا نسوي إدارة كاملة يكون تحتها مركز تدريبي، تدريب هذا من برنامجه هو الإدارة هذه اللي هو مخيم الكوارث، وكذلك تنبعث من بعض البرامج التخصصية اللي مثل البرنامج ندرب لنا ناس فقط يطلعون مدربين أو مساعد مدربين حق برنامج إصحاح والمياه وصحاح، أو برنامج الإيواء، أو برنامج على أساس إحنا نستفيد منهم داخل البلد وبرا البلد في حالة. أنا اللي عرفته أن المدربين سابقاً أصبحوا مدربين، صحيح؟ صحيح صحيح، اللي تكرروا معانا السنة العام، والسنة يصير مساعد مدرب يأخذ دورات تخصصية، والسنة الجاي بعد إذا دش يصير مدرب ويبتدي يعطي دورات. إيش رؤيتكم نازم ناصر لأيضاً الإيواء والمخيمات مثل هالمخيمات اللي موجودة الآن؟ يمكن هذا تدريب أنتم أيضاً لكم، إن في مكان كنا مكان إيواء، إيش الأشياء المستقبلية عندكم كلجنة الإيواء؟ طبعاً إحنا تثقيف المدربين أو إعداد جيل من المدربين، هذا موجود إحنا عندنا وموجود عندنا كخطة كوزارة الداخلية، وبالأخص الإدارة العامة للدفاع المدني، بحكم موجود عندنا برنامج درب الأمان اللي هو يخلق مدربين لإعداد مدربين وإعداد أجيال من المدربين اللي هي تتناقلها ونقل الثقافة لأكبر عدد ممكن من المجتمع. شكرا أخوي أحمد على هذا المخيم الجميل وعلى وجودك معنا أيضا في هذه الفقرة. مشكورين على تواجدكم وعلى دعمكم من قبل قناة الريان دائما. أيضا نازم ناصر زيارة، شكرا على وجودك معنا في هذه الوقفة السريعة. شكرا لك، وفي النهاية بس نحب نشكر معالي رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية لرعاية الكريمة لهذا المخيم، وكذلك شكر لمدير عام الأمن العام اللواء ركن سعد الخليفي. استهلوا. كنت معاكم في هذا المخيم، مخيم الكوارث، لكن ما زال في الحديث بقية في الاستوديو، فاصل ونواصل حديثي في الاستوديو معكم.